الفنان روح الصفدي هو فارس الدراما الأردنية بإطلالته المحببة حينما برع في أداء المسلسلات البدوية، ولعل من أبرزها جلوة راكان الذي حصل فيه على بطولة مطلقة في أول مشواره الفني ليبرز فناناً عفوياً بإحساسه العالي ولهجته البدوية الصافية وأدواره المتميزة بالفروسية والعنفوان وقصص العشق والبطولة. هذا هو الفنان روح الصفدي الذي بزغ نجمه الفني وسطع في الثمانينيات من القرن الماضي لينال شهرة واسعة ويحظى بتكريم المغفور له الملك الحسين بن طلال على ما قدمه من أعمال رائعة لاقت استحسان الجمهور الأردني والعربي. ومن أبرز الأعمال التي قدمها للشاشة الصغيرة مسلسل ابن حران والجرناس والخرسة ومسلسل جرحك يا ذيب، روح الصفدي علامة فارقة في مرايا الفن الأردني وسيبقى على الدوام فارساً اعتلى خيول الدراما ليسابق الريح إلى الألق الذي لا يعرف الانطفاء.